بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لما أنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يا شيخ بشير أحمد صلاة قدوميها هيئة علماء الصومالية وحن كلن كان كذا هذا يا موضوع قصة أبسن وركي يهضرك يكو هذلي سياسي عبد الرحمن عبد الشكور يعلم ذاك جوابتي يكلب يد وصوت دبي وعلم ذا قاركود أما ذاك قاركود يراهن كلب يد وصوت دبي محاكا أورام نيسان يو محاكا بيري نيسان وارتمر كهورة إلى سبحانه وتعالى بقى ما هذا إسكالي ما هذا لكو بكل كدبنا هان عدينا ليامشان أنا يقول أبو الشيخ أحمد صلاة إن عندك استي لو كريبة أصوده بسياسي عبد الرحمن عبد الشكور ونقوع عدينا إيوه إن عن خالد لقى فهم هذا الكي وكو هذا اللي معناته وكو خذ بين الجرماني وحاليا إن هاي هذا الكاغا خالد لقى ما فهمين لكن هذا الكاغا هذا روحه أها إي كم وقته إن حديث كأصدقاء أدور يسيد أما أحاديثك لا أدور يسيد هذا الكاغا صاصب أها إي من خالد لقى فهمي أما سيجارة لولي حي موسى نهين سيكس طبع هذه هذا أد ماركتي أد ماركتي سوي شيء دي سي وأصوت بتكلب على هذا هاي أنا خلط بعد عي خلط بالي فهمي أنا سأم جيدين أنا وأنت أكو هذا الشيء مغالك أصوت بتي إن أكو دارنا يا سيدي أكو هذا الشيء إن ويا ورا الأقبال كره ومعقول أه أيو كل بقى أنا إلي ماركتك الشيخ بشير ماركت أحمد صلى الله عليه وأنا سويت وين يا رنتي وأنا كفر حسن أقفكو إنه خالد كيس وقرته وحي ديرو قبصدان وكان غضه وشيء لو باهي هيوية مركب سويت ويننا وأنا كل اللي قليلين ندك لو حاوي ربنا بلا رجية أنا ما كان موضوع عن كهل ليني وعمود إيردين أيين وحصل لو حمين يا ما إسان هاين وحنا أنا ما عرفت كو أرجوزين ما إسان هاين أنا دور جيرو هوري أنت أسوأ في القاتا ودباتوينا أي علمات وقيسين شري لكنه كمان هل جرين من عن استفاع جرين لكن مركي وكو هذا لي عن هذا الله أقفكو أه دين ما عرفتي عقيدة ذا مركز معانو أنا هذا لي هذا نوع حالي أنا والعال وكسود وين إنا أنا قوي عاي أه ما أفل قادة أنا وقيسين يسيد علمات أفل قادة هنا يسيد أنا وسيد وري عيد هذه هي الله سبحانه وتعالى بيدك الله حيسا إن شاء الله تعالى لكن أنا أقول حاوية وهي دين تأه وعقيدة تأه وقرآن كأه وسنة تأه ومقدسات كأمد تأه دفاع عدي ذا بقى أنا ماركتي أنا جوجنا ونو جوج شرني واحد أنا مارت على علم الله لاي ومبلا بدن عم حاول يبلغ جيستي والله صعتان وحاويان والدفاع دين تأه الدفاع هيان تخلص قاليسين أي أوليك هذا برنايستي ويكعلين أيين أي عرمد اللي هو لايي وليبك اللي هو جيستي إلى هذا نقول أساري واسيدا سوي مركا أنا غف كي دين تاس وحكي الشيء جا أما خلط كفافية أما سخ هذا أفسرة وأول نصيحين هنا هذا كان ماركتي وأتو سنين مركا أنا رسالة ذي أنا وأمد أسوية هنا محسك الشيء جنو أول استوسيه ومعكم يعني حقا لسكوب بيانية وياه oo hadalada dadka lagu baadiyeyn karo dadka laga waardiyeeyo marka aniga aan hadlaynay asaga ayaan baan ma aragtay ayaan ugu naxariisaneynay asaga ayaan xaq u cadeeyneynay ummadii hor fadhisay oo sacbinaysay ayaa xaq u cadeeyneynay kuwa kala dhageysan doona oo ku gadmi ma aragtay ku dagmi kara ayaa xaq u cadeeyneynay marka xaq cadeeyn bay naga ahayd naxariis iyo toosin ayay naga ahayd ilaalin diinta iyo muqaddasaadka ilaalinayo ayay naga ahayd ee mid cidna ma aragtay ama ee lagu culaadinayo ama cid lagu dhibayo ma aysan ahayn annaga siyaasad iyo khilaafaad dad haysta shaqadeena maaha kamana shaqeyno mid kale waxa weeye waxaan ku soo khatimahayaa in dhammaanteen aan isku dardaaranno in aan diinteena waardiyeysanno muqaddasaadkeena aan ilaashanno aan isku kaashanno si dalkeena iyo diinteenu إن محاكو نو هاجي لهيد وأنا سكيل على حياة تفرق كين هي صدعة كين هي أنا سكيل على إنه حيا لها ماركتي تهموين كا
maala yacniga ah oo maaragta culimmada la tuhmahayo oo waxaysan ahayn lagu sheegahayo ama sumcadooda meel looga dhacahayo oo dadka qaarkood oo siyaasiyiinta ahi ay ku dhacahayaan. Marka waxaa leenaha walaalayaal, waxa diinta waardiyeeya ah siyaasiyiinta maaha, waxa diintan maaragta loo dilay siyaasiyiinta maaha, waxa diintan difaacaya ahi waxay ahaan jireen weli leeyihiin waa culimmada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed weeye. Marka waxaan xusanaynaa insha allahu tacaala in la isku duubnaado, in la istixgeliyo, in diinta la waardiyeeyo, in diinta laga ilaaliyo oo dadka maskaxdooda laga ilaaliyo hadallada maxaanku waraaha maaragtay khaladka ah ama khaladka laga fahmi karo, labada lama ogola. Yani hadal khalad ah iyo hadal si khaldan loo fasiri kara labadaba shay laga fiican yahay weeye. Marka Cabdiraxmaan Cabdishakuur haddii hadalkiisi uu leeyahay anuu saa uma jeedin in laga aqbalo, runtii waa soo dhaweynaynaa. Waxaana leenahay insha allahu tacaala in dadka si fiican loola hadlo, waxyaalaha muqadaska ah ee aada la iskaga ilaaliyo. Waan ku naseexeynaynaa ilaah subxaana watacaala kuwa iskaashada oo khayr isku kaashada allah naga dhigo subxaanahu watacaala, kuwa diinta waardiyeeya dalka waardiyeeya allah naga dhigo subxaanahu watacaala. Waana mahadsantihiin dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.